100 متر رفعت الراية. تندفع حصن انتاج عمر السنتين التي لم تربح على مسافة 1400 متر في تنافس مثير يجمع هذا الحصن مهارة السنتين، بعضها يشارك لأول مرة. ابتهل يتقدم الانطلاقة، يتقدم الصدارة فيما نشاهد. مزعلهم أحد الأسماء المرشحة بقوة في هذا الشوط يتقدم الآن للمركز الثاني فيما نشاهد. كذلك الأعصماني من أبرز الأسماء المرشحة، والآخر في المركز السادس ينتظر، والمحاولات كذلك نشاهد من قبل السهم العابر. جواد مرشح والآخر يحاول التقدم في المركز الرابع، والمزعلهم من أبرز الأسماء صاحب الخبرة في المركز الأول يذهب إبان كوبالت بلو، والأم اقتحام يحاول التقدم. نشاهد هنا دخول أكثر من اسم مرشح مع المنعطف الأخير. مزعلهم إلى المركز الأول يحاول الهروب والابتعاد فيما نشاهد. ابتهل يحاول الدخول الآن، ومزعلهم يذهب للمركز الأول، يستحث نايف العنزي للهروب أكثر وأكثر. ابتهل يضغط يحاول اللحاق، مزعلهم هل سيضيف الانتصار الأول؟ يذهب يذهب يذهب، يبتعد يبتعد، وعلى خطأ أمه اقتحام. مزعلهم يسجل الفوز الأول في سجله السباقي. ألف مبروك لتركي مهدي.